وللحديث عن الصراع السياسي في العراق بين شركاء العملية السياسية والتحشيد الطائفي الجاري، معنا من اسطنبول عبر سكايب الصحفي والباحث السياسي نوري حمدان. أهلا بك سيد نوري. يعني بداية، عودة شركاء العملية السياسية المتنافرين إلى اجترار اللغة الطائفية القديمة في سياق صراعهم الحالي، السؤال هنا، هل سيكون أو ستكون هذه اللغة سفينة نجاة لهم من هذا الواقع الذي هم فيه؟ نعم، أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا لهذه الاستضافة. أهلا بك. أهلا وسهلا، وتحياتي لجمهوركم الكريم. الحقيقة بداية، يعني هذه اللغة هي لغتهم التفاوضية، ولغتهم في تأجيج الشارع، ولغتهم في إدامتهم واستمرارهم في نهجهم الطائفي للأسف الشديد. يعني منذ 2003 ولحد اليوم تم تكريس الطائفية وفق المحاصصة التي معروفة لدى الجميع في توزيع المغانم وليس المناصب، المغانم على الأحزاب التي تدعي السياسة بهذا المجال. فهذه هي تهديداتهم ويعني تصعيداتهم، وفي التصريحات الطائفية هي وسائلهم لبقائهم في هذه المناصب لنهب ثروات البلد. سيد نوري، إذا كان هذا الخطاب الطائفي أصبح خطابا ممجوجا ومقززا بنظر الرأي العام العراقي كما تعلم، السؤال هنا، لماذا يكرره شركاء العملية السياسية؟ نعم، شوف، الحقيقة أنه شركاء العملية السياسية التي هي اليوم فاقدة لثقة الناس عموما، يعني الشعب العراقي عموما رافض هذه العملية السياسية ورافض هؤلاء كقوة سياسية يديرون البلد. فبالتالي هم الآن ليس بصدد إرضاء الناس ولا بصدد إرضاء المجتمع، هم الآن بصدد سيطرتهم على المجتمع، ومن ثم باعتقادهم تطويع المجتمع كما يريدون. فبالتالي هم ما يعنيهم أنه إحنا ضايجين، الشعب محاب الطائفية، الشعب رافض الطائفية، هذا مو هي هاي الأهداف مالتهم، هذا فيما بعد هم يفكرون بمعالجة. سيد نوري، هل تعتقد أن تخريجة العامري الذي يتهمه الرأي العام العراقي بالتبعية لإيران، وتفسيره المتعسف بأن هذه التبعية تعني التبعية لآل البيت وليس تبعية لإيران، باعتقادك هل كان هذا التخريج مقنعا؟ بالتأكيد غير مقبول، لأنه هنا التبعية وفق المذهب الشيعي، يعني المعروفين بالعراق عندنا، يعني هم يتبعون أهل البيت من خلال مراجعهم الدينية، والمراجع الدينية هم موجودين في النجف، ولا يحتاج أي مبرر لاتباع إيران سياسيا وعسكريا وإداريا، وعلى أساس أنه هو مرجع يعني انتماء لأهل البيت. أهل البيت معروفين، وأهل البيت جميع المسلمين بكل أنحاء العالم يتبعون ما ورد عنهم وعن النبي في الإسلام. فهذا مبرر غير مقنع، بالعكس هذا يعني تجنب للحقيقة، أو جناب عفوا يعني بعيدا عن الحقيقة. نعم. طيب، هل تبادل الاتهامات بين طرفي الصراع، تحالف الصدر من جهة والإطار التنسيقي من جهة ثانية، هل هذا التبادل سيجعل منهما بريئا أو سيجعلهما بريئين من هذه التهم التي يحاول أحدهما إلصاقها بالآخر بنظر الرأي العام في العراق؟ هم الحقيقة طرفين غير بريئين من هذه التهم، هم الطرفين يتحملون مسؤولية الطائفية في العراق، حتى وإن رموا أحدهم على الآخر التهمة، يعني حتى لو بيناتهم يترامون التهم باعتبار هو الشخص الطائفي، هو الناس لديها عقل ولديها ذاكرة وتستطيع تفسير والتعرف على من هو كان الطائفي. الطائفين هم جميعهم بدون استثناء تعاملوا مع الطائفية كسلاح لتقوية نفوذهم والسيطرة على مقدرات البلد. السؤال الأخير سيد نوري، يعني نصيحة الكاظمي لضباطه الأمنيين بعدم الرضوخ للتيارات السياسية والعمل بمهنية، هل يعد هذا إقرارا ولو متأخرا من الكاظمي بأن أجهزته الأمنية تخضع للأحزاب السياسية؟ وهل هؤلاء الضباط قادرون على التحرر من هذه التبعية، لا سيما أنهم قادمون من خلفية ميليشياوية؟ نعم، هو هذا فعلا اعتراف، وهذا يعني يمكن أنا حقيقة إن سمعت حسبت للرجل
بالرغم من انه انا لم اقتنع بادائه بالكامل منذ اليوم الاول لتسلمه المنصب حتى اليوم، ولكن هذا هو اعتراف ضمني بانه القوات الامنيه العراقيه هي مخترقه من قبل الاحزاب والميليشيات، فبالتالي لا مستقبل للعراق مع هذه العمليه السياسيه والتدخل السافر في اداء اجهزتها الامنيه بهذه الطريقه. يعني اليوم رئيس وزراء يتحدث مع ضباطه وهو قائد العام للقوات المسلحه بهذه الطريقه، هذا يعني يعكس حقيقه خيبه امل عند كل العراقيين، لانه هذا بيحتاج الى وقت كبير. هو هذه الدعوه التي يدعو الضباط هم انا واثق من انه هم يسمعونه منه ولكنهم لا يردون، اذان صم حقيقه، لانهم لا يمكن لهم ان يكونوا غير اتباع، هم عينوهم، هذه الاحزاب هي التي عينتهم بهذه المواقع. طبعا ليس الكل حتى لا نتهم، هنالك فيهم خيرين حقيقه، والرجاء الحقيقي هو انه هؤلاء الخيرين كيف يمكن لهم ان يكونوا هم طليعه او هم في مستوى المسؤوليه بتحييد القوات الامنيه وتحويلها من قوات تابعه لجهات ميليشياويه الى قوات وطنيه، وهذا حقيقه صعب، وهذا يعني الاعتراف بالرغم من انه لابد من عنده وجيد، ولكن هو مر وصعب على العراقيين. الصحفي والباحث السياسي نوري حمدان، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.